نعلن عن إنشاء حزب التجمع الوطني الذي يهدف إلى التأسيس للمسار الديمقراطي كآلية للحكم في المملكة العربية السعودية. ويأتي هذا الإعلان بعد انسداد الأفق السياسي وتزايد الاعتقالات والاغتيالات السياسية. نسعى بهذا العمل للتأصيل لتغيير سياسي هدفه الأول حماية الحقوق والتنمية البشرية، ونؤمن بأن الشعب مصدر السلطات، وذلك يعني حق كل شخص راشد في الترشح واختيار من يمثله في مجلس نيابي منتخب بالكامل، وبيده السلطة التشريعية وكامل السلطة الرقابية على أداء مؤسسات الدولة التنفيذية.